مساكم الله بالخير، معاكم أخوكم الإعلامي سعيد الشهراني. كل شرف بأني موجود اليوم في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات. أنا موجود في الإمارات من 3 سنوات ودائما أسمع عن هذا المعرض، لكن للأسف الفرصة ما سمحت لي بأني أحضر. حضرت اليوم، انبهرت، استمتعت بكل شيء شفته صراحة، في قمة الرقي والإتيكيت، يعني حتى الناس اللي جوا المعرض كلهم مبسوطين. أنا أتقدم بالشكر لجميع من سعى لإدارة هذا المعرض وجميع المنظمين، بالأخص أخوي وحبيبي الأستاذ مروان المشغوني على هذه الجهود اللي شفناها. وراح نشوفكم إن شاء الله في الدورة المقبلة واللي بعدها واللي بعدها، أنا وزوجتي المستقبلية إن شاء الله.